الحلقة 22 من فقه البيوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النوع من الوكالة، لماذا نقبل توكيل الغير؟ ليه نبقى وكلاء للناس؟ تشبها بالصالحين، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. ده الوكيل بتاعهم، بعتوه عشان يشتري لهم أكل ولننال عون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أفضل الأعمال التي تدخل السرور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. طيب، كيف تحدث الوكالة؟ إن لابد اللي يوكل يكون مكلف جائز التصرف، عاقل بالغ حر رشيد، والموكل له يكون جائز التصرف، حر عاقل رشيد بالغ. والوكالة فيما لا تدخله النيابة في حق، زي البيع والشراء وسائر العقود والطلاق والخلع والزكاة والكفار. ولا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة، يعني ما ينفعش أوكل واحد يصلي مكان الظهر. ولا تصح الوكالة بما فيه معصية، ما ينفعش أوكل واحد يروح يشرب سجارة مكان. ما يترتب على الوكالة: أصبح الوكيل أمينا على مصلحة الموكل، ويجب عليه ألا يفرط فيها ولا يضمن إلا إذا فرط أو تعد. ولا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له الموكل ذلك أو عجز الوكيل عن العمل فيوكل أمينا. تبطل الوكالة عند فسخ الوكالة من أحد الطرفين، أو بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو الحجر عليه. طيب، الفصل الثامن، قضايا الفصل الأخير يعني التاسع، قضايا المعاملات المالية في الشركات. ما الشركات المحرمة؟ الشركة اللي فيها جهالة، الجهل بما يقدمه أحد قبل العمل، كالجهل بنسبة الربح، أو الجهل بأن كل واحد هيساهم في إيه في المشاركة. طيب، النوع الثاني، الجهل في بيان المخاطرة. يعني أنا عارف أن المشروع ده في مخاطرة، فما أقولش للتاني عشان التاني يسيب فلوسه فيه، ده حرام، دي شركة محرمة. النوع الثالث، الشركات التي فيها اشتراط أحد الشريكين مبلغ ثابت. يعني أنا وإنت اشتركنا في أرض، في سيارة تاكس، وإنت هتشتغل عليه، أنا أقول أخد اليومية زائد مكسبي. طبعا أروح أنزل الشغل متأخر وأشتغل لحد ما أجيب يوميتي وبعدين أروح، وساعة ما نيجي نصفي أقول له التاكس ما كسبش، نعمله إيه يعني؟ وده حرام، لازم أنا وشريكي أنا أخد جني، هو ياخد زيي بنسبته، أنا أخد التلتين مثلا وياخد التلت، لأن أنا أخد لرأس المال وأخد كمان للجهد اللي بعمله. طب إيه الدليل على حرمة هذه الصورة؟ إن أنا أشتغل وليا نسبة ثابتة، وزيها برضو اتنين عاملين مزرعة فراخ مع بعض، واحد شغال بيديه والتاني في الفلوس بس، فالتاني يقول لك انا هاخد يومياتي عادي وبعدين مشاركك كمان في راس المال. الكلام ده لا يجوز شرعا، الكلام ده كله حرام. طب ايه الدليل؟ انهم كانوا يزارعون على المزاينات، الماذيانات، كانوا يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. ده حديث حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديك عن كراء الأرض بالذهب والفضة
فقال لا بأس، إنما كان كراء الناس يؤجرون على إيه؟ المازيانات وأقبال الكتيون، يعني يأجر يشاركه ويقول له الحتة دي هي نصيبي، يبقى كده كده ضامن مكسبه، لأن الحتة دي جنب المازيانات يعني جنب المطر وعند كداول، فلازم تطلع طبعا. فبيضمن لنفسه حاجة ويخلي التاني هو في الخطر، الكلام ده حرام. طب ما حكم شراء العامل سهما من الشركة بتاعته؟ ده يجوز بقى. ليه؟ يجوز ياخد مرتب ويشري سهم من الشركة بتاعته. ليه؟ لأن ده عمل لا يلزمه، واستحاول تحويل نظام الراتب إلى نسبة لقلة الأسهم وقصرة المساهمين. انت بتتكلم في شركة عدد الأسهم فيها 150 ألف سهم، إزاي هيتحول لنسبة؟ فده مستحيل. النوع الرابع، الشركات التي تقع فيها معاملات ربوية أو تؤخر الزكاة. طب ما الشركات الجائزة؟ شركة العنان، شركة المضاربة، الوجوه، الأبدان. العنان أنت تدفع فلوس وأنا أدفع فلوس ونتجر فيه. المضاربة إن أنا أدفع فلوس وأنت بالجهد. الوجوه أنا وأنت ما ندفعش ونشتغل بتليفونات ونعتمد على ثقة التجار. الأبدان احنا الاثنين نعملوا نصطادوا مع بعض، نحتشوا مع بعض الحشيش، نخيطوا مع بعض واللي يطلع بينا بالبدل. ما الدليل على جواز الشركات؟ عن ابن عمر ان رسول الله عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. ده الاصل، المزارعه دي والمساقاه بتاعت اهل خيبر هي الدليل بتاع الشركات. طيب كيف توزع نواتج الشركه أثناء الشركة بعد التيقن من وجود رأس المال واستبعاد المال الغير مرجو السداد؟ تقسم الأرباح حسب النسب المتفق عليها. طب في حالة الخسارة، لو العامل مفرط هو اللي يتحمل الخسارة، زي العامل كان بيتاجر مثلا في الأرانب وناجح، راح مغير على الفرخ البيضة اتخرب بيته، ايه اللي خلاك تغير؟ التكاسل عن وظيفته، الانشغال بأمور أخرى، أو عدم بإبلاغ الشريك ببدء الخسائر وارتفاع نسبة المخاطرة، ساعتها العامل يشيل. طب لو ما فيش تفريط فعليه اليمين فقط ولا يتحمل من الخسائر شيء، ويبقى هو خسر جهده. طب لو الأرض ما طلعتش الثمرة، العامل ملوش شيء. طب ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ المساقاة في الشجر والمزارعة في الأرض التي ليس فيها شجر. متى تكره المزارعة؟ احنا قلنا المزارعة تبقى حرام أما تكون على حتة معينة وتكون جائزة في بقية الأحوال. طب متى تكره؟ لو كان المسلم فقير والمؤجر غني. نهى رسول الله عن كراء الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، وقال مثلا من كان له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجرها إياه. متى تنتهي الشركة؟ بمجرد رغبة أحد الطرفين في فضها. والدليل أن عقد الشركة عقد جائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما جئنا. طيب وساعتها يجب على العامل أن يتوقف فورا عن شراء البضائع ويبدأ يبيع البضائع بتاعته بجد لحد ما يجمع رأس مال ويديه لصاحبه، وبعد كده اللي يطي بعد كده يتقسم أول بأول. طيب ما حكم العامل يرد له المال ويخرجه من المشروع ليدخل أخيه؟ دي ليست خيانة، وإن كانت غير مستحبة لأنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن شرعا يجوز الفسخ بأي وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزارعكم فيها إلى أن نشاء، وبانتهاء الغرض من الشركة الحامل بيضمن حقه بمجرد ظهور الثمرة. ولا يجوز تحديد وقت لإرجاع المال، بل يوقف كل الشراء والبيع ومنين ما يجي الفلوس يسلمها له
ولا يقصر في ذلك. ده خلاصة فقه البيوع. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.